متابع اهو. طب مش يمكن يكون الراجل ده هو اللي عملها معانا احنا كمان، ما دام عاشق قومي بيه كده وبيطرح الغرام؟ تصدق اه صحيح، سيب لنا الحكايه دي وانا هجيب لك قرارها. في الخير يقدم ربنا. يا باشا ما ينفعش، ما يبقاش الراجل نايم في بيتي وانا بضربه في ظهره. بصراحه معاك حق، انا رايي تروح تقول له ان انت اللي سرقت فلوس الكومي، ولا بسببك برضه خطفوا ابنه، ساعتها هيحترمك قوي وهتكبر في نظره. سعادتك بتتريق بدل ما تشوف لي حل اللي انا فيه، انا كده مورط الراجل. هو انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لو حابب تفتح على نفسك قوي كده نفتح لك احنا، وانت فاهم. سليمو. ايوه بقى، الحمد لله على سلامة سليم يا جمال. الله يسلمك علي. انا هاخد سليم يريح في الأوضة. ليه ما قلتليش اللي حصل يا جمال؟ ما انا في حاجات كتير ما قلتلكش. اشمعنى دي يعني اللي فرقت معاك؟ لدرجة ان واحد زي بوبو تعرفه وانا لا؟ ده انت حتى ما قلتليش انك قاعد عنده. ومستغرب ليه اني قاعد عنده؟ واحنا ليه بنبعد عن بعض يا جمال؟ ياه، لسه فاكر تسأل السؤال ده؟ ما انا ما قلت لك فكر نرجع سوا زي زمان. عيد حساباتك عشان ما نلاقيش كل واحد فينا في سكه. احسب الموضوع صح عشان ما يستفردوش بكل واحد فينا لوحده. بس انت خلاص عديت كل الكلام ده، وبصراحه علي ما بقتش فاهم، هو انت خايف ولا راضي عن اللي انت فيه، ولا هم مطمنينك بزياده، ولا ايه بالظبط؟ ياه، هو انت شايفني اكتر من نفسي؟ عشان طول عمرنا كنا كده، طول عمرنا كنا مراية بعض، بس انت اديتني ظهرك ومش شايفني، وانا لسه شايفك. لدرجة كأني مش موجود خالص. انت فعلا مش موجود خالص، انت مش هنا علي. عشان كده لما بلاقي واحد زي بوبو قريب ليا من اخويا وصاحبي ما تبقاش تلوم عليا. فكر يا علي، لسه عندك فرصة تختار. أنا خايفة أوي يا أشرف، خايفة الموضوع يكبر وتبقى مشكلة. مفيش حاجة خلاص، قولي لي صحيح، أنت عرفتي مين زمايلك اللي قالوا إنهم شافوكي دول؟ لا، خفت أسأل يحسوا إن أنا مهتمة بالموضوع. يعني إيه يا بابا؟ ناس وبتقول عليكي كلام، مش تعرفي الناس دي بتقول كده ليه؟ وممكن يبقى الموضوع كله فاتيه. هو انت هتخوفني ليه؟ يا حبيبتي ابدا، انا بس بحاول ان احنا نبقى مأمنين نفسنا. طب خلاص، انا هحاول اسال من بعيد كده مين اللي قال انه شافني. ماشي، ولو جالك اي تليفون او اي استدعاء لازم تقولي لي فورا، فاهمه ولا لا؟ ايه ده؟ اشرف انت قاعد هنا؟ وما كلمتنيش ليه عشان اجي اقعد معاك؟ ولا انت معاك حد؟ معلش بس كنت مشغول شويه. منى ربع، ويا ترى بقى هي دي الشغل اللي واخدك مني يا اشرف؟ منى، وكل ما اكلمك تقولي مشغول ومش فاضي. عموما المكان هنا حلو قوي، انت بقى يا ترى بتقابل كل الناس هنا؟ ولو ان ذوقك يعني مش على نفس مستوى المكان. ربع ربع، ايه قله الادب والسفاله اللي انت فيها دي؟ انت اتجننتي بقى؟ وحياتك عندي انت لسه ما شفتش كمان. وانت عايزه ايه؟ عايزاك تشيل من دماغك خالص انك ممكن تعمل اي حاجه مش على مزاجك يا اشرف. العلاقه اللي بيني وبينك ما تسمحلكيش انك تتعاملي معايا بالطريقه دي، انت فاهمه ولا لا؟ طب وموطي صوتك ليه؟ علي صوتك، خلي كل الناس تسمع ان احنا في ما بيننا علاقه يا اشرف. خدوا يعني ايه؟ وانت كنت فين يا ماما؟ استغفر الله العظيم،
عمري في حياتي ما اعتمدت عليكي في حاجه وعملتيها، منك لله يا شيخ. لما انت عايشه في النظافه دي كلها سايبه ابنك قاعد عند امك ليه؟ جريفري، هو انت متخيله ان انا ما كنتش عارف اوصل لابني ولا اجيبه يعني؟ عايز ايه يا جمال؟ والله انا ما كنتش عايز حاجه غير ابني، بس بعد اللي عملتيه انت وجوزك انا عايز منكم حاجات كتير قوي. انت اللي بدات واذيت الكومي، والكومي ناوي على الشر. ايه؟ ما كنتش عايزني اخد ابني وابعده عنكم؟ ابنك مش محتاج غير انه يبعد عنك انت وبس. عارفه ليه؟ عشان ما يكبرش شارب الشر اللي جواكي. وانت ايه؟ ملاك؟ الشر اللي انت بتتكلم عليه يا حبيبي ده انا اتعلمته على ايدك انت. لما كنت بقعد اقول لك الناس كلها بتكبر يا جمال واحنا واقفين محلك سر. اتحرك يا حبيبي. وانت تقول لي لا، احنا حياتنا كده وعيشتنا كده واحنا كويسين قوي كده. بذمتك احنا كنا كويسين؟ كان ممكن نبقى كويسين، بس مع واحدة غيرك. واحدة كانت بتفضل سهرانة طول الليل مستنيني أخرج يوم أجازتي من كلية الشرطة. واحدة لما طلبت إن أنا أتجوزها كانت طايرة من الفرحة. قالت لكل الناس إن هي هتتجوز ظابط. واحدة لما ركبت معايا أول عربية اشتريتها كانت شايفاها أحلى عربية. ويوم قلت لها اكتبها باسمك خافت. واحدة يوم ما اتضربت بالنار في عملية اتحايلت عليهم في المستشفى عشان تتبرع لي بدمها، وفضلت سهرانة جنبي أسبوع بحاله. الناس كلها كانت بتحسدني عليها لحد ما بدأت تطمع وتبص وتطلب. نسيت كل اللي حلمنا بيه وبصت بس للي هي عايزاه. عرفت ان احنا ممكن كنا نبقى كويسين. حتى لما طلبت الطلاق وافقتك، بس بشرط سليم يفضل معايا عشان كنت بحاول برضه نفضل كويسين. عشان كده بقولها لك يا فريال لاخر مره، فكري الف مره قبل ما تكرريها معايا. يعني كده